shot in that Detroit patch, baby. Un mosquito, ya no va a ir. Y que viene en el suelo, la tiene, la piscina, suya, muy poco. Suplique, chupet, viene en el suelo. Y ya solta de la locura, viene ahí, de que. Una, jete, hombra, muy poco. Cuando viene ahí, tu madre, ella solo tiene la piscina. لا والحار لا محشوالي على هذي الاول هذي واحد الملاحظه اللي كنشوف تاكد عليها المصلحه ديال الوكاله الحراريه والبلديه والسلطه ومزال كلش شوف اللي كيبنوا بالسميتو هاد الناس جاو كيبنوا بحال اللي كيبنوا بالسميتو كاع هادي بحال نقولوا الشباط والمشكل اللي كاين هو سميتو هي في الشارع شارع عالي تلقى لي كانت فيه 20 متر جاو هاد الناس داروا واحد الجدار جدار تسمو على هاد الشارع على جوج هادي هي مصيبة اللي ما عرفت شنو شكون حنا واش مغاربة ولا ماشي جاو عزلونا على هاد السميتو داروا الجدار تلقى الشارع فيه 6 ولا 7 ولا 8 متر وفين الرصيف داروا هذاك الرصيف الرصيف هذاك السميتو لاصق مع الحيط هاد جاو عاود داروا واحد البنايه ديال المقاطعه دارت البنايه جاو دوزو الشارع الاندلس جا الشارع الاندلس الشارع بالقطن ديالو المسير ديالو سقوه مع المقاطعه رغم البلديه تبات السلطه في هذا الموضوع ما كاين والو جاو داروا واحد بناية أخرى ديال الدار ديال سميتو جيت حي العمالي داروا بناية بلا رخصة بلا حتى شي حاجة باش شنو حنا واش كنديرو هنا جاو العمالة داو الأرض وبناو بحال البلدية ما كايناش في نفس الوقت اللي كتشوفوا شي واحد كتجي السلطة المجلس الوكالة العمالة كلشي هادو راه هاد المسائل والمشكل اللي كاين هو هذاك الدار كان عنده واحد الرصيف شنو داروا له؟ داروا واحد الكرياج ديال الحديد الناس المواطن اللي كيمشي كيدوز بالضروري يدوز عليه يدوز في الشارع هذه الجهه ديال الناس اللي كتعطي الاوامر اللي كذا كذا هما اللي كيخلقوا القانون انا كنطلب بهذه المسائل هذه هذا الجدار اللي كاين يتحيد الا حنا اعضاء راه خصو يتحيد هذاك الجدار يتحيد بما دار ماشي داك بدون رخصة جاو وداروا الجدار جاو داروا الجدار ما داروا رخصة لا والو هاد الشارع اللي تسد اللي ولا اللي اغتصبت هاد المقاطعة يخصو يولي هذاك الشارع يولي كيما كان هذاك البنايات باش غادي يدير الشارع يجيب واحد طول واحد فورمولا ديال البوت ديال الكوبي ديال القدم ولا هذاك الشيء ديال الخزية باش غادي سميتو يستعملوا المزيد هذا كسميتو هذاك الحيط وهذاك المسايد يولي الشارع كما كان هذه من جهه ديال سميتو ديال حنا ديال الناس ديالنا المواطن البسيط المسايد ما فهمناش المسايد ديال هاد الوكالة فهمتش الوكالة كتجي كتشوف الملفات تعرف غادي تقول لك تسدي الشارع ديال 15 حنا في نفس الوقت كتعطي واحد الجزيئة فيها 8 متر حتى تجزئها فيها 8 متر هذه هو كان هادي غادي تبدا ما وقت تمشي تشوف تجزئها كي دايره هيه خليه 8 متر في نفس الوقت يجي مواطن يشري واحد 100 متر تقول له لا تخليك 15 تخلي الشيء عليه 15 متر ولا تولي 2 متر ولا كذا كذا ما فهمتش شنو المعايير اللي عندهم هاد الناس ما فهمتش المسائل هذه من جهه من جهه اخرى كتكون واحد المساحه كي دايره كتعطي رخصة قال واحد يدخل في هذه المساحة هذه الأرض فيها مثلا فين مات ولا شي حاجة تجيب هي هذا الوكالة ترخص هذاك السيد ترخصه في هذيك المساحة دار وحدة وجيب له كي غادي يدير فين مود الحاضر كي غادي المشاكل ديالها المشكل اللي ما فهمتش اللي ما فهمناش هو كان عندنا واحد الحالة أنا حضرت معاه كنت كنشوف هاد المشاكل هادي
واحد الملف، واحد الملف اللي ما بغي ما فهمتوش الملف شنو ما عرفتش. هذا الملف عنده شي 12 عام ولا 11 عام، هو كيمشي مع الوكاله والمجلس، الوكاله والمجلس، الوكاله والمجلس، الله يرحم الوالدين ديالو. إذا هذا الملف ما صالحش ولا عنده شي خلقات، ديروا له كتبوا له وقول له ها اللي عندك أنت، أنت راه عندك المشكل اللي كاين. واحد المرة كتقول له راه منطقة خضراء، واحد المرة كتقول له راه الطريق، واحد المرة ما فهمتش. إلا كان منطقة أخرى ديروا، ولا إلا أنتم اللي كديروا منطقة أخرى ما فهمناش، إلا الوكالة اللي كدير في السمتية ديالنا ما كانش منطقة أخرى، أنتم اللي كتقولوا منطقة أخرى كذا، راه السيد كتقولوا أه السيد راه التاجر راه هذا، راه عندنا ما عندنا، راه ولينا. واحد المرة حضرت السيد بقى كيزكي هنا في البلدية، ويمكن آخر هنا حاضر يمكن هو، قال لي أنا قال لي سيدي هذا خصو يدوز وسط الناظور يبدل هذا الميل يبدل هذا البرونك يجيبوا الناظور هذا غادي ندوزو. شنو؟ عاود شحال من البرونك ديال هذا السيد؟ مشيت له قلت له شنو طاح الوالدين؟ إذا كاين هذا السيد عنده مشكل حتاش نعاود نقول له دير هذا البلان باش غادي يعاود نصبحوا مشكل بحال حنا خدامين مع شي مهندس ولا شي حاجة. قال كذا غادي ندوزو غادي ندوزو. أنا مشيت دار هذاك السيد هذاك سميتو هذاك الميل دارو داروا في المسائل كذا، خرجوا هاد الاخوان راه خرجوا على المكان، شنو غاو شنو كاين؟ قال لك غادي يشوفوا الشارع، انا حاضر معهم حاضر حتى الرئيس حاضر كل العمالة جو، قال لك الشارع الشارع لقاو الشارع فيها هذيك المسافة القانونية، قدرونين فيها قدرون كذا، داز الوقت تعاود ما بقاش هذاك الشارع، جابوا شي ملاحظة أخرى، شنو ملاحظة؟ إلى حد الآن ما فهمناش. ما فهمناش لحد الان ما فهمتش هاد الوكاله واش هي هي كتلخص خص البلديه يمشي بحال هذا حنا ديال حتى هما يلخصوا انا ديال يمشوا بحالاتهم حنا نمشوا بحالاتنا الا هما يديروا اللي بغاو مالنا حنا كندخلوا بهذا مالنا حنا ندخلوا مع المواطنين في هذاك يديروا المسائل ديالهم شنو هاد الدوله هادي الا هما اسيدي حنا نمشيو هما يدبروا راسهم بدل غادي يمشيو هذوك الناس يشكيو على البلديه يمشيو عندهم يدبروا معاهم هذه اللي ما فهمتش وخصنا نوقفوا بهذه المصلحه هذه ونخلي الاخوان يزيدوا لحظه في السيد الرئيس الاخوان الاعضاء خوتي الاعضاء والاخوات السيد موظف وموظفه الجماعه قصور السيد منابر الاعلاميه يعرضون الجماعه بداية سيد الرئيس كما كتعرفوا بان هذه النقطة متشعبة بزاف هضر الاخ الهلاوي السبعة على خويا الاخ عمر والعمر اللي لانا في الدور السابقة كان مشروع فاشل و دير شي تقارير رسمية انه شي سب اننا بلا انه تكشي الملكي يظهر بلا ولي يقول تكشي الملكي الملكي يوضع الخيمة في حين انه هو غادي يتشنشا من على ميساي الشروع الثاني واش يعرف باسكو يجيب لي حالي فوق تو هنا بس سمو شروع مالي كان مش نسوا لي سيدي مجال التعمير الزبايه لا راهي نسوا سيدي الرئيس مشيت نهاني الاربعاء الخامس ان شاء الله على الاخوان افوز نكرر بلا راهي لان مش الاول مرة هنا ما قانونيا ما نطوع الشيء على الاخوان مش نسوا في اسم المرأة قاش القانون نطوع نتحمل المسؤولية من سمر عندك بعد عشر حاجة حتى سجلت السبعة يوز غلط ثانيا راه داخل ما مشي السن مال المشاريع قبل ما غانوش ثانيا مزرعة تهيئة ما نمشي نواجهو هي وزمان مش لا مجموعة سكانية لا تجزئة لا يجمع ولا حتى الدار هما نفس الوقت في حين انه نهار مقبلين على تزفيت الشارع سنيت كعاده العمر الاول ديالها لا يمان لا تليف ولا جنحان يعني كلشي اللي عرفت تخصها زيد تبرد ورقة جنجان واسي كيشا ما يمينيش من اللوبي واللوبي معروف بزنغاف اخوان السنة المبارة السكينة السن ونتسجل يجي الموظف زي البلدية يتشارك في بلدنا يجي الموظف متقاعد السيد من سوق المركب بقى معروف على الاخوان هما نهار غاشي نمر شي حزيب طاف الشهاده وزماتي كيفاش نقرا في 24 ماكيرت حلل ولا مش لا واضح لا فقط
موظف البلدية متقاعد الشهادة منين بعيد؟ الله مساك أجل رجل سلطان متقاعد لسنا متقاعدين قيل مشروع ما لا 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 يتجمع 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 كمني السواتين رئيس الشهدية إن أخر ما مغطرت أولا الجزئة تيري عدة معايير تيري بريد ديك قرانتين عدم التجزئة تيري 6 متر 5 4 متر ديك البريد تيري العشوائية أنا ضرب عن التسوى فخص عدم التجزئة زي الجماعة تما خميني التنفيذ الليلة هذا فاس القديم على حالة دول فاس القديم يمكن المستقبل يمكن الصورة تبدا السيدة في المدرسة وشي نمار المنايا خصني نتجاوز قرار الفندي ثاني غتجيو اسبانيا السونتر المزراني دي جو اسبانيا دوني شوين تندي غنفض لا 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 شوارع لا ازقه لا ولا جد حاجه وتبغى تراجع دي حضار السيد نائب المحترم المسؤول في التعمير ودي 11 ملعب في اسم الفيغاس ان مؤخرا زقوميت في الجماعه زقوميت في الميدان يتشكل يجن اللوبين العقار ذي فندين يسيت اخوته سنت مزيان اتى على الاخضر ويابس و واي حيور واي دي ولا ديش الحاج ها لا كلشي نظر نات وخصك تسال يمشي شي نهار رخاص خصوصا اللي جنا رخصه ديال 20 دار تشارك تحت الوكاله ما يقارب 20 دار واه يجي 20 دار باش ينتهي وغير هنا كاين اخذوا على الوكاله منين تعطات هذه العماره باش تبنى نعرفوا بان ديك المنطقه ما عندها لا واد الحر لا كهرباء لا هاتف لا ماء عشان يجوا قمي يرجعوا واد الحر للواد منهم للواد هذا الشيء اللي كان هو والله اعلم وظيفة سياسية واجد على الواد وما هي شي مواطن عادي ما دارش واش ضوا كيقول 500 متر هذاك ما كانش بداية 150 متر وتعطلته ولكن صعب سياسي كيقول كان تحت كتقلب عام وثانيا المعامله كتزيد عام وكاين موافقه لان البلديه هي كتسهم على المواطن تعاون ولكن وقع اللي وقع انا وقت هذاك في ثواني دابا عاد قلتي كتحمل مسؤوليه ودابا كتقولنا راك وقعتي بغينا نفهمو فهمنا والو طلب طلب لك الحاج حسين طلب الحاج حسين يجي راه كي كتحمل مسؤولية كرئيس سمحوا لي انا شحمي ضاع الرئيس تحمل مسؤولية شو قلت هذه واه اش كفهم معاك مين اللي فهم معاك وقعت على لا بوشرة شو فهم معاك هذا هو الشرطة يسلمو بلي لا وين متغش مالي منها اخو يسلم يا تنايب شرطة مالو يسلم يا تنايب نسب سوار سمية الوكالة رخو على الناس سياسيين الناس من جا من جا النائب مع الرئيس الناس قيدة تحمل المسؤولية يوم نضعبوا المشديدة يا رزيز أبو يقاس وهل نبوش لا أي عروف ولا أي نائب الرئيس هو النبي ما في محاكي سعد إلى قرر الواقع وخوق حال نائب تاف ولا الرابع والخامس الرئيس نوت وفهمة تقف باربو سمية الوكالة الوينة نهارة مختلفة نتشكر الاخوان الضياري يدي يدي الصدانة اسمني العياشة واحد اثنين العياشة تصنيف ذنو حد يسوق قوت قال يسوق مني قاع عشان الملك يا مغربي المرة قال عشان الملك في الطبيعة من الشينا قال ضياري في نالي عشان الملك وهذا ما ذاتي كسو يديش يدير من لبن هذا مري عشان الملك المصطلح السلطة وفهم شا يري فينا نغيد الجنوان العياشة وكان قول لي كان عشان ملك أما المغربيين اللي ما راه العياشة المصطلح العياشة
يهواد خيني قان عاش الملك استغل الدولة صدق المفهوم إيش العادة اللي وذا نزلي عندي الفيسبوك تسمى متعنا نخص تصورك عكي وذا مقرن من المغرب إني حكمان إني إغادي الشؤون حتى أنا سيدي ذي الوعلاء حتى دبينا ولكن خميني تتصدق على الواقع في مراسل ذا من الزوار استغل الدقين وفت تقين عدم جزيل ومعروف أنا قينا عن ضد بزنر جيني شتان بنات كم بنتذ عانين تنغني من ديكوان يقصحار ريت استغل النفوذ نتسائل عن سيد الرئيس ده عدم الجزئة هذه في الممارة الصيانة نسد لأن المداخل وهذا ذي في الصيانة على الأرض الغير مبنية انتواري ذي سيجد تسمى كارثة بلدية أزغنغان من حيث المداخل ما لا نزدن في الجزئة اللي تقلقين هذه المية والغفت وسمح هذه اسم الميتر إني ما مش كين القانون مرة واحد صيانة السيدة قاضي عياشي الدنيا تودرين إذا راه ديم شروق من المارة يكمل أنا غرس الجوتيث يقع عدم التجزئة قيس نوزا ذي النظامات وشافا وشا ذي النبنى ذي الجنب ذي 6 متر يتصور مذ ومو ما نجي الصيانة نسل مشان نسل وإذا ونجيبو السيد المدير المصالح مدير الجماعة تغني التمس ليك ذي عمي الناس في السجن الغيرة خل مداخل تواكيج الغيرة تسمى تحيات في المداخل البلدية في حين انه نهار يتكسير ما نظنش نهار يتكسير ما عمرس كمرت اظن انه الغير اللي تنقصاش اسمعني تمنية تبدلت تقال شاءت الصدفة اي حضير بيرو نارس يوذفت اذا ذبور النشور الله يوجد ذي خطسيانة تاني سجل العدد لقي كيف تخل المدير قاينش تدبر المدير قاين المدير اتصل لك عرس سبيل المداخل الصيانه تاع المداخل تاخذ اتصل لك عرس ما يختصش بك عرس وات سجل شا تلقى الصيانه هي تعدد مفقود وقت مغمن هي السيد الرئيس قال الاخوان يجين مار المشاريع على الدور الاولى والدور الثانيه تحيي خنخ الغير غاس الخندد رغم ما يا رجع حقق حسابات شخصيه قاعوينات لمس الحمد لله مرة يعكس ناي حق لمس غيرة خزنة إن مرة كان عزون زغنان ويتي لي بويو عزون زغنان اللي يدي جند حاجت معتبرة بإذن الله السيد الرئيس كرئيس الجماعة ماذا شي عمين اللي قال لك تيقن بشاشة وهذا في الدمر ولدي جند حاجت من الموس إذن ديت من زغنان لا شن حاج ذي الدخل ذي الدخل نسقى الذي شن حش ظل إضافة إذا دينت للرئيس النائب الأول تغير سد إذا تسأل من يقدم يوم زغنغة هاي ديس التكسي كاربة دي فارما بعد شو ذا حذي عربح ومؤخرا يثبت سيد الرئيس هنا وزمات العدوية مني وها أثي عونا بي لأن يثمي ذا العقار وجي إن حسين غا الشنة ذا غير وفار يمسري إن شاء الله مريك جاير في مترو هذيك عشارة في مترو مؤخرا راجع في مدينة الزهراء يصغى يجي الموقع معروف بن شروق اللي يمكن يقول ما مش يحب شروق انت بيس يصغى بقعة أرضية بن شروق استفد سعادة التجزئة واخد تصبو الصيانة في حين أنه عدد المقابل لعدم تجزئة الصيانة يفغس السيد نزي التمنين وقدام معروف كان يعني ما يقصد عاد نزال نزال ما نزال ما نزال وثم أنا ليه دي ما تصل الصيانة غاس عاد الجزئة إلى أنت اسمه مش اسم في حين أنه كنت سأل مش نسأل رئيس النائب الأول سأله لذي النائب الثاني ذي الفترة يا عامين من يقدم البلدية هذا قد كشني مني ما تقندوا صحفية ما مسموحة تسير عند الدورة السيد النائب الثالث وما أنه يتفر كبرتو غاس العمال ثم حال عن التقاعد تغن ترجع هذه يكشن الزيادة للجماعة السيد النائب الرابع من تقدم كنائب الى البلديه ما لدي المشاريع لدي المداخل لدي جانب جميع الجوانب خصوصا الكاروي كيش ندخل لقاءات تما اللمس في خلال الاجتماع ديال الاخوه الاعضاء لمس مصطلح محمد الشاعيب يستفزك كثيرا اظن انه يستفزك شنو سيد الرئيس
النائب السيد النائب الرئيس الله يعلم من ديني ها مصطلح هو رغم انه شعب هذه احمر بيموت الله يرحمه يقيم باسم الحمد مبارك اش توضيح هذا السيد خصوصا الجيش التحرك سيد الرئيس الجيش الفترة على حسب المداخل الفرن كغرف جاء يمسقك سيد المرابط الناس والدقاء الناس قصدها بالمداخل غير الناس قد تقع عظم رحيد سدفة شين قاعد يسدفة انت قاعد لزد لزدفة النائبة الخامسة نهار الذهب اشي فاضل نتقدم عرض مين تقدم البلدية ونزرنا وخصوصا النهار الدولة الحمد لله ثاني نسا شوية التمنيات الفذالة تقبل البلدية النائب السادسة قاع مصر يورن نقول له سمة تبيع بعت موجي تبيع بعت ما أول واحد نسمع النائب السادسة رغم أنه النائبات قد الدولة تشيس نتمنى قد حضرت أما في حين النائب السادسة قال شو تمر شن الاجتماع على غير ما رودي الاجتماع على ذي موسيقى أنا على ذي الاجتماع واتفش وشكرا سيد رب يعني أعطى مارك إذا نوع الاستخدام لا ممول لا ممالات يعني وجاري بخبة يوصلها حقا مع المسل الشد ملاحبة يغجب تقول التعمير قبر جاري وخبة قبر جاري وخبة استاكينا من غنغان استاكينا من دمقى وسكر الغنغان يكشم إلى المنسل يستخدم الغنغان سوني واش ماشي هذه بعد هذه